قالت الأمم المتحدة أنه وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصحية إلا أن مصر أول فريق دولي يصل إلى سوريا ليقدم الدعم والإغاثة للمتضررين من الزلزال. وده يمكن حضراتكم تابعتم من شوية، كان معنا أحد النواب من سوريا واللي أكد بالفعل الطائرات المصرية والإغاثة المصرية هي أول فريق دولي يصل إلى هذا المكان المتضرر. وده الحقيقة دور مصر، دايما مصر سباقة ودايما بتقدم الدور ده.